السلام عليكم ورحمة الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم كتائب الجيش أن تدخل من كل أبواب مكة ودخل هو صلى الله عليه وسلم من ناحية الحدون حيث دفنت السيدة خديجة رضوان الله عليها ودخل الحرم من باب السلام وأثناء ذلك وقعت حادثة مهمة تبرز اخلاقيه وسياسه النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على هدفه الرئيس وهو الا تسفك الدماء قام سعد بن عباده زعيم الخزرج واحد نقباء الانصار الاثني عشر والذي كان يحمل احد الالويه فقال لابي سفيان يا ابا سفيان اليوم يوم الملحمه اليوم تستحل الكعبه فخشى ابو سفيان وطلب من العباس الحمايه وسبب قول سعد ذلك ان قريشا كانت قد اسرته يوم العقبه وعذبوه واهانوه بشده فاخبر ابو سفيان الرسول صلى الله عليه وسلم بما قاله سعد فقال الرسول الاكرم كذب سعد والعرب يقولون كذب لمن اخطا ولا يقصد النبي ان سعدا كاذب ثم قال صلى الله عليه وسلم اليوم يوم المرحمه يوم يعظم الله فيه الكعبه ويوم تكسى فيه الكعبه فهو يوم يعظم الله فيه الكعبه بتطهيرها من نجس الشرك وكانوا يكسون الكعبه بكسوه جديده في مثل ذلك اليوم من كل عام والمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ياتي لاحتلالها او الانتقام من اهلها، وانما غايته نصرة دين الله وعزة اهلها بالاسلام. كما ان النبي صلى الله عليه وسلم لحكمته ورجاحة عقله وكمال تقديره لم يشأ اهانة قريش او جرح كبريائها بل ارادها عزيزه في رحاب الاسلام الذي لا يفرق بالانساب والاحساب ثم قام النبي الاكرم بعزل سعد عن قياده اللواء الذي كان عليه وولى عليه ابن سعد اي لم تخرج القياده عمليا من دار سعد تحرك جيش المسلمين وهو يلتزم بتعليمات النبي صلى الله عليه وسلم بتحاشي القتال إلا لواء خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي واجهه بعض المشركين بالسلاح حاول حاول خالد أن يتفاداهم لكنه اضطر لمقاتلتهم فهزمهم واستشهد من المسلمين رجلان رضوان الله عليهما غضب النبي لما وقع ولكن الصحابة أخبروه أن الأمر كان قتال اضطرار فأقرهم على ما فعلوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على مشهد دخول امن مراعاه لحرمه بيت الله الحرام فلم يكن ينبغي ان يدخلها على الدماء والاشلاء دخلها رسول الله دخولا كريما فلم يدخل كالاباطره الفاتحين الذين يمشون على سرج وعربات مذهبه على رؤوسهم التيجان بل كان يلبس يومها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامه سوداء راكبا على ناقته وكان مطاطئا راسه حتى كادت تلامس ذقنه راحلته تواضعا لله تبارك وتعالى وهو يقرا سوره الفتح اجتمعت قريش في المسجد وقد رات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل مكه عنوه بعد ان طردوه منها واصحابه ونهبوا اموالهم ودورهم ونقضوا عهدهم معه كانوا في ذهول لا يعلمون ما الذي سيفعله بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تروي مشاهد التاريخ المماثله في هذه المواقف اشد صور الانتقام طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبه والقى بالاصنام التي كانت حولها على وجهها وكان في الكعبه وحولها ثلاثمائه وستين صنما دخل النبي الى داخل الكعبه وغسل الصور التي كانت بها ثم خرج ووقف على عتبه بابها وامسك بعضادي بابها وقال الناس لادم وادم من تراب كلمات كانها اعلان عالمي انساني يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعلن عهد مكه الجديد عهد لا مكان فيه للتفاخر بل بالانساب والقبائل والجاه والثراء ثم قرأ عليهم قوله تعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير التفت النبي صلى الله عليه وسلم الى قريش فقال لهم يا معشر قريش ما ترون اني فاعل بكم فقالوا اخ كريم وابن اخ كريم قال فاني اقول لكم ما قاله يوسف لاخوته لا تثريب عليكم اذهبوا فانتم الطلقاء كانت سياسه النبي هي اشراك قريش في النصر فلم يتعامل معهم تعامل المنتصر مع المنهزم وذلك قصد المحافظه على مكانه واحترام سادتها في الاسلام دون رفع لهم عن بقيه المسلمين في الحقوق والواجبات وذلك حتى يضمن بقاء مكه بمكانتها في الاسلام وهذا من حسن سياسته صلى الله عليه وسلم فقد اعطى نموذجا فريدا في كيفيه الفتح الاسلامي الرباني فجزاه الله خير ما يجزي به نبيا عن امته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته